بسم الله، نشوف مع بعض ازاي دلوقتي نرسم سقف وازاي نحط الروف دريم. عشان نرسم سقف هقول له هنا روف، تمام، وهبدأ اشوف ترسم في انهي ليفل، وهبدأ اجي هنا ارسم الروف بتاعي. طيب عشان احط دريم لازم يكون في ميول، تمام. طب ابدأ اشوف بقى النقطة اللي عايز احط فيها الميول، يعني عايز احطها هنا هنخلي الميول الناحية دي، عايز احطها في النص هنخلي الميول في النص. فخلي مثلا اجي اعمل سيلكت هنا واقول له اد سبلت لاين واضيف حاجات. السبلت لاين ده انا حاطه بنفس الارتفاع، خلاص يبقى هو ما فيهوش اي مشكله خالص، مش هيأثر في الميول، هو مجرد بس ايه تنظيم للشغل. طيب اد بوينت، ممكن بقى انت عايز تحط اوطى نقطه في النص، يبقى هتيجي هنا تخليها بالسالب، عايز تحطها هنا تخليها بالسالب، عايز ترفع نقطه معينه، تمام، ممكن تعمل سيلكت على اي نقطه من دول وتديله الارتفاع بتاعها تخليها اعلى، بحيث ان هي المايه لما تنزل صرف المطر يجي هنا، تمام. طيب هقول له مثلا سالب مثلا 5 سنتي او 10 سنتي، يعني حاجة بسيطة خالص، المجرد بس ان انا ايه نزود عشان نشوفها، يعني سنتي واحد كده، تمام. لاحظ الميول، وفي ميول بالسالب. بعد كده هدوس سكيب، تمام. لو دخلت هنا هتلاحظ الميول اهوت، تمام. طيب عشان نبرز الموضوع اكتر ممكن تيجي هنا تضغط في ايدي. طيب دي عباره عن طبقات، فانت لو عايز الميول اللي يبدا في الطبقه دي هتمشي وراها، ممكن تخلي دي هي اللي ثابته ما فيهاش اي تعديل، ودي بس اللي فيها الميول. ممكن تيجي هنا تشوف فاريبل، انا واحد فيهم اللي فاريبل، تمام. لو خليت اللي فوق يبقى الاولانيه مش هتاثر، اللي فوق بس هي اللي تاثر. طيب في حاجة حركة بسيطة كده لو حد خد باله. طيب دلوقتي بقى أنا عايز أرجع تاني ليفل 2 وأبدأ أحط الفلور دريل، تمام. أجي من سيستمز أقول له بلامنج فيكتشر وأختار لود فاميلي، تمام. خلينا نختار بلامنج ام اي بي كيوبمنت، خليها فيكتشر، اقول له انا عايز درين روف درين. هي خلي بالك في اكتر من روف درين، في بيبقى حاجه مثلا في الجنب، في حاجه مثلا من فوق، من يعني في حاجه مثلا تبقى ليها كذا اكتر فتحه، في انواع كتير من الفاميلي اللي موضوع الروف درين دوت، تمام. بيقول لي ان هي مش متحمله في مش في البرامج فيتشر، مع انها المفروض انها تبقى في البرامج فيتشر. طيب خلينا نحملها من انسيرت لود فاميلي. انسيرت لود فاميلي ما بتسالش بقى انت الكاتيجوري بتاعك ايه، ده بيقول لك اديني البطاقه ولا حاجه خالص، تمام. ده سال برضه سام فور فاميلي فايل ار سيلكت كانت بي لودد، يو ماست شوز فاميلي فايل كاتيجوري ريف كانت لود ذيس فاميلي. طيب كويس قوي، يعني هنخرج من الدرس بتاعنا بس هنستفاد. لو حاجه زي كده هعمل ايه، هخش هنا اوبن، تمام، وهحمل الملف دوت واشوف نوع الكاتيجوري بتاعه ايه، تمام. يعني هقول له انسيرت دوت فاميلي، تمام، ديت انا عايز اعرف هي عباره عن ايه، فاميلي ايه، تمام. اجي هنا الدرينج اقول له افتح الفولدر دوت اوبن، بليسنج بلون فيكتشر. هو كده حمل الفاميلي ديت، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا احنا عايزين كومبوننت بلس كومبوننت، اهي الفاميلي اهيت، هي ميكانيكال اكويبمنت، هو اللي حاططها ميكانيكال اكويبمنت، هو ده اللي عمل لنا مشكله. فيرتيكال فيس هتحطها بالشكل دوت،
تمام، وهتدوس مسطرة عشان تقلبها لو انت عامل ميول هنا. لو انت عامل ميول بقى على في النص او في الارضية، هتختار بريسون فيس وتروح حاططها هنا، تمام، او ممكن تقول له بليس النورك بليه، تمام. كانت المشكلة كلها في نوع الفابل. طيب لو انا معرفش نوعها، تمام، وشاك فيها، هعمل سيلكت وادخل او افتحها، يعني هفتحها بقى من على الجهاز من على الفولدر اللي انت مختاره. اول ما تفتح هتلاقي فيه هنا معلومة هي موجودة فيه في انهي كاتيجوري اللي هي دي، تمام. تعرف هي موجودة مثلا في الميكانيكال اكويبمنت، فتستدعي من الميكانيكال اكويبمنت.